شكون يعاونك في صناعة الأكسسوارات؟ نشوف اليوتيوب ونبدأ نخدم وحدي. الرسم بديته وحدي، أما صناعة الأكسسوارات ثاني وحدي، أما التصميم ثاني وحدي. سما هذه المواهب اللي بقاوة كن ديرهم وحدي، إلا الخياطة والطبخ. الخياطة والطبخ هما اللي شوي صعاب عليا، بيتعاوني فيهم ماما، تكتب لي في الورقة وش نقول لخطر بزاف ونعي نقولهم بكل في نفس الوقت. أسيناء تقدمين أعمالك. هنبدأ بصناعة الأكسسوارات، هذو هما، وهذه، هذه صعبة بزاف صراحة، هذه أو هذه. هاهي سلسلة هنا خدمتها وحدي، هذه هذه خاتمها، وهذه ثاني معاها سلسلة وخاتم. هاهم، هاهو الخاتم، وهاهو البراسلي، هاهو البراسلي، وهذا الخاتم، وهذا السلسلة، وهذو ما درتهم في وقت الفراغ ما لقيتش ندير خدمتهم. وهذه نحلة، هذه النحلة خدمتها مع هذا، هذو لبستهم في العيد الصغير، ما خدمتهمش على جال العيد، لقيت روحي خدمتهم لونهم أبيض لبستهم. ايه وهذه مهم بزاف،